المطار. اغلطيسي، اركض ايها الفتى القط. هيا ايها الفتى القط. نعم، الفتى القط يركض بسرعة الرياح مع جفافك. إن لم تردع لونا قبل الفجر ستجعل السماء ملبدة بالغيوم. آسف، أكره البلل، لكنك محقة، لن أخذلك مجددا. هيا بنا. قوة لونا، اجعلي السحابة أكبر حجما ورطوبة ودعيها تطارد الفتى القط. أحب مراقبته يهرب كقط صغير خائف. أستطيع فعلها، أستطيع فعلها. لا، لا أستطيع. لا تهرب، تلزمني مساعدتك لردع لونا. لا تقلق، إنه مجرد ردات. قوة لونا، عليك بها. أين أنت لونا؟ أزيلي هذا عني. هي نحن نرى ثانية. يا فتى القط ساعدنا. هيا بنا. استسلم أيها الروبوت، إما أن تعيد الأدوات أو ستعرف ما هي ركلة التنين الخاصة بالمعلم فانج وركلة إعصار الألم الخاصة بكيكماجي. لن أفعل. جنيت على نفسك. أنتما بخير؟ نحن بخير، المعلم فانج وكيكماجي قويان. إلا أنهما لا يضربان بعضهما. أيمكن أن نعمل معا ونوقف الروبوت الآن؟ سأكون فلاسي فلاش. آسف، لا تلائم المعلمة فانج، يمكنك أن تكوني سلوبي. انبحي كما كان ينبح. لا أريد أن أنبح كالكلب. أيها المقنعون الصغار، انظروا كيف يتم الأمر. توقف عن العبث، عليك أن تصغي إلي. الروبوت مشوش، إنها فرصتنا. محقة، مستعد كيكماجي؟ مستعد. سأستخدم سرعتي الخارقة لأنفذ الركلة المرتفعة السريعة، وسأستخدم قوتي الخارقة لتنفيذ لكمة كيكماجي العنيفة. لكن ماذا عني؟ آسف، لكن سلوبي لا يملك حركات خاصة. حسناً، هيا بنا. أخبرتكما أنني لن أكون سلوبي، سأكون فلاس فلاش. عليك أن تصغي إلي. لن أفعل. هيا. هاي روبوت، هذه آخر فرصة لك كي تعيد الأدوات. لن أسمح بأخذ صديقي الروبوت، إنه صديقي الحميم الجديد. روبوت، أنت محاصر. كيكماجي والمعلم فانج يتغلبان دائما على الأشرار حتى إن كان روبوتا. لا تنسياني، أنا فلاس فلاش مع ركلتها الجديدة المطورة. مرحبا، أنا روبوت. أو لا، روبوتي الصغير. آسفة. هل أنت بخير روبوت؟ أنا بأفضل حال، لأنني قررت فجأة أن أسيطر على العالم. ماذا؟ لكن السيطرة على العالم هي مسؤوليتي. ليس بعد الآن. هاي، أنت الآن. ماذا؟ البومة، الزاحف، ابتعد عن روميو. لن نفعل، نحن نطيع روميو فقط الآن. هناك شيء غريب يحدث. الفتى القط، ليس هناك ما ترى. حقا؟ لنحاول تسليط بعض الضوء على هذا اللغز. الكران. ماذا؟ دريك، أمايا، أمسك بنا عندما كنا نلعب خارجا. كان ذلك سهلا من دون قواهما الخارقة، ولكن في هذه الحالة من هما؟ ابتعد عنهما أيها الفتى القط. مهلا، قال مشغل الصور روبوت إنهما ليسا صديقي. لا،
ما ظننته ليس إلا نسختين رائعتين لهما، ولو لم أفقد دارتي الإلكترونية لكنت واحداً منهم. دارة إلكترونية؟ أتعني هذه؟ دارتي الإلكترونية، لا تكن واثقاً بنفسك كثيراً أيها القط. ستقوم البومة الآلية والزاحف الآلي بوضعك في قفص أيضاً، ثم سأحكم العالم ولن تتمكن من إيقافي. حررنا لنقوم بمساعدتك. ليس من دون قواكما، لا تقلقا، سأحضر لكما المنامة. هل تبحث عن هاتين أيها الفتى القط؟ أجل، المنامات أصبحت ملكي وأنت ستكون لي. أيملكاني نفس قوة الزحف والبومة؟ أو لا، بل أفضل، شاهد هذا وحسب. قوة إضافية ليس عدلاً. لقد حذرته، استغرقت عواماً لأصمم الحاسوب الخارق لتشغيلهما، لا يمكن إيقافهما الآن ولا إيقافي. لقد تجمد ذيلي. تأثير مؤقت لوقت كاف لأضعك في قفص. دورك أيها الزاحف الآلي. أيها الآليان، أمسكا به وأحضرا لي الدار الإلكترونية. أشعر بذيلي مجدداً. القيادة الآلية. سيكون هذا ممتعاً. اتبعاه. هذا ليس وقت اللعب. أنا عضلات الزحف الخارقة. هيا، يمكننا فعلها. لا أظن ذلك. لا شيء الآن سيوقف المقر. بوجودي باللورات في الداخل سيكون كل شيء ملكي. أصبحتما صديقين الآن. أجل، أنا وبيردي سنردعك. اسمعي، سنمسك البوابة، ادخلي وأوقفي تشغيل الشعاع. هيا. الأبواب مغلقة بقوى مغناطيسية لن تتمكني من الدخول. علينا أن ندخل المقر. لديك خطة؟ حسناً، هيا أثق بك. ماذا ستفعلين أيتها البومة؟ أيها الطائر الغبي، تعال. أحسنت عملا، سأساعدهما. أيمكنك أن توقف شعاع لونا؟ لن تتمكنوا من التغلب علي أيها المقنعون. ماذا؟ ما الذي حدث لقواي؟ هذا ما يفعله حيواني. هذا الطائر سخيف سيء مثلكم، لكن سأنال منكم جميعاً، تذكروا هذا. سأكون أنا وبيردي بانتظارك. وأنا والزاحف أيضاً. فلنهتف معاً، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. اجلس لاينل، ابقى مكانك، التقط. هذا رائع غريغ. انظرا بيردي. أهلاً أهلاً، لنرى ما يمكنك فعله. الفتى القط، لا تقل ذلك، لا يزال بوسعك أن تكون جزءاً من خطتنا. كيف؟ فحجمي صغير. أيها الفتى القط، أعجز عن رؤيتك، لم أدس عليك، صح؟ حتى إنني أصبحت غير مرئي. مهلاً، وجدتها، لن أستاء من صغر حجمي، بل سأستغل ذلك. طالما نتعاون معاً، حان وقت البطولة. لا بأس بهذه الرقصة، لكنها ليست مسلية كتلك التي مع القط الصغير. مهلا، ربما بوسعي تصغير حجمكم. كف عن ذلك. ها،
حتى إنك لا تعرف أي زر تضغط. أنت لا تجيد توجيه خرطوم صغير. بلى يمكنني. كلا لا يمكنك. بلى. انتهى وقتكما. ناولان الخرطوم فورا. صغر ذلك الطائر المغطى بالريش. وأمسكوا بالسحلية يا محاربي النينجا. النجدة. استعدوا لتصغير حجمكم أيها المقنعون. النظرة الثاقبة. ماذا تفعل؟ شيء يدغدغني. مرحى، عدت كبير الحجم. رجع. ها؟ ما يبدو أنه أحبك. لا، ابتعد، ابتعد. تعال، يجب أن تذهب الآن. توقف، لا نلعب المطاردة. أتعلم؟ أعتقد أنه يريد أن يمرح معك. أجل، لمن سيلعب معك إن كان يخطط لشيء؟ يلعب؟ انظري إلى هذه الفوضى، إنها كارثة. أنت من تسبب بمعظمها. لا، هيا الآن اذهب. أيها الفتى القط، إنه خائف، لا يمكنك طرده. علينا هذا، وجوده هنا يعني أن نينجا الليل سيفعل شيئا. علينا أن نبحث عنه. إلى طائرة البومة. لنجد نينجا الليل، النظرة الثاقبة. لا أرى شيئاً، وماذا عنك أنت؟ لا، لا أرى شيئاً أيضاً. أنت؟ لقد جاء معنا. لا يفترض أن تكون هنا. متأكدة أنه يريد أن نساعده. لا، إن أردت الحفاظ على سلامتنا يجب أن نخرج. ولن هدف. فعلتها. لوحة لونا. لقد شفطت الكرة ذلك الطائر الغبي. النجدة. لقد أمسكت بعصفورة صغيرة. كان يجب أن أمررها له. تخبت في الكرة أيها العصفور الصغير. قفزة القط الخارقة. ماذا؟ على ما يرام الآن. أنت معنا. يا صديقي، أنا آسفة، أردت فقط أن تريا مدى براعتي. لكننا نعرف أنك بارعة بوما. ستكونين أكثر براعة إن مررت الكرة. محقان، إنها لعبة فريق ونحن فريق أيضا. حان وقت البطولة. أولا علينا أن نخرج البوما من كرة القمر هذه. توصينا ثقبها بشيء كبير ومدبب. هناك علم خارج المتحف. زاحف، تحرج الكرة. فتى القط، سر أمامه وأرشده. أين هؤلاء المزعجون؟ من هنا إلى اليسار قليلاً. انتبه، عمود الإضاءة.
لا! هاي! لماذا أصبحنا أبطأ؟ إنه مغناطيس الفتاة لونا! إنه قوي جداً! آه عرفت! علينا أن نتعاون كفريق! زاحف استعمل عضلاتك! فتى القط استعمل سرعتك! وأنا سأستعمل رياح جناح البومة! مرحى! أحسنتما يا صديقاك! الجو بارد وأنا عاجز عن الحركة! أخرجني من هنا روميو! بوما! أظنني قادر على إيقاف روميو! انظري! ليس الآن! عد! الفتى القط، ماذا نفعل؟ لا تقلقا بشأني! روميو يهرب! أوقفه! ألا يمكنكم مجاراتي أيها المقنعون الصغار؟ قد نكون أبطالاً خارقين، لكن فتى القط عبارة عن مكعب من الجليد. علينا أن نجد خطة وبسرعة. هذا ما أحاول قوله. أنا هاي عرفت ما الحل، لكن أحتاج إليك. لكن مع خطتي. حسناً، ماذا أفعل؟ يا جناحي. جيد، حسناً، سأربط الحبل بالمختبر ثم ستستخدم قوتك لإيقافه. أجل، لكن ثم سنسيطر على آلة الجليد. انطلق هيا! هيا! أتظن أنك ستتغلب على عبقري مثلي أيها الأحمق؟ العضلات الخارقة! هيا! لا أملك قوة خارقة! هجوم الريشي المتجمد. مكعبا ثلج صغيران وسط الشارع. مكعبا ثلج صغيران باردان جدا. زاحف، لدي خطة. خطتي أفضل. يجب أن تنتهي هذه المهزلة. علي الالتزام بخطتي. مهلا، أحضرت العجلة؟ أجل، سوف تفيدنا، ولكنها عادية. ما الغرض من هذا الزر؟ لا أعرف. هذه العجلة رائعة بالفعل. احذر، الطيران يتطلب التمرين. حقا، سهل بالنسبة لي. سهل للغاية. أوبس. حسناً، لكن كن حذراً. إلى طائرتي. بالتأكيد، اركبا في طائرة البومة، لكن اتبعاني فستتعلمان من مهاراتي المذهلة في الطيران. أجل، يلا دوعة. سأريك مهاراتي في الطيران. واو. أجل، لكن ألا يجب أن نبحث عن المنطاد؟ يا للهول، إلى ما يشير النظرة ثاقبة. إنها لونا. يا إلهي، أعتقد أنني سأمشي من الآن فصاعداً. أرأيت براعتي في الطيران؟ راقبيني أيتها البومة، ستتعلمين من خدعي. خدع؟ لكنك كنت تسقط. أجل، أنا بارع في قيادة العجلة، طيراني سيساعد الفريق. طيرانك؟ أنسيت أن هناك شخصاً آخر يطير؟ هيا يا صديقاي، مهاراتكما في الطيران ستساعد الفريق. طلاء جميل أيتها العثث، لم يعد هناك رحلات بالمنطاد لأطفال النهار التافهين. هذا المنطاد أصبح لي الآن. هما بالمراقبة،
سوف أطير الآن وأحضر المنطاد. نحتاج طياراً محترفاً. اطمئني أيتها البومة، اتركي الأمر. لا داعي، ها؟ سأجعلك تعملين أكثر الآن. لا! هاي! عرفت أن هذا سيحدث. توقف عن التحكم بي روميو. أكره أن أسمع تذمر العاملين لدي، لذا سأضعك على نظام الصامت. أوه لا! هكذا أفضل، والآن عودي إلى العمل بسرعة أكبر. والآن إلى الطبق. أحسنت أيها الزاحف. والآن أيها القط، أحضر لي جهاز التحكم الرائع الخاص بي. يا للهول! شكراً أيها القط، أنت تعجبني كثيراً. هكذا اقفزوا أيها المقنعون. هذا مضحك، لكن يفترض أن تقفزوا لا أن تثبوا. يجب أن أقوم بتعديلات نهائية بسيطة. بومة، اقفزي فوق السطح وادخلي من الفتحة واحضري جهاز التحكم، وأنت اقفز فوق البرج واحضر الطبق. لماذا لا تفعلان هذا؟ كونك القائد لا يعني أن أفكارك هي الأفضل دائماً. جعلتنا نفعل كل شيء بطريقتك. لكن أتمنى لو أستطيع التوقف عن القفز، هذا أمر مروع. كنت أتحكم بكما وأتجاهل أفكاركما. سيتحكم روميو بالجميع الآن. لا بأس، سنحلها. أجل، كي يكون المرء قائداً جيداً يجب أن يصغي للآخرين. حان الوقت لأكون بطلاً وأصغي إليكما. واو، لو جعلنا روميو يتحكم بك ستقوم أنت بإلهائه ونحن نهتم بأمر البرج. رائع، لنتبع خطتكما. أصلحته، ستقفزون جميعاً الآن. حسناً، انتهى وقت اللعب. سأذهب إلى ساحة البلدة وستوصل إشارة جهاز التحكم الخاص بي إلى الجميع. وإن حاولتم اللحاق بي فسأصعقكم جميعاً. ممتاز. ماذا؟ ما الذي حدث؟ حدث الزاحف. أنا أتأكد من أن الزاحف بخير. إذا ما الخطب؟ لا أدري، لم يعد بوسعي تسلق العمود. بالطبع لا يمكنك، فأنا من جعل يديك سريعتي الانزلاق. شعاع ما للتسبب بالخراقة؟ شعاع ما؟ بل شعاع الخراقة الأكثر عبقرية. أوه لا، أصاب الزاحف. أجل، لا تريد الاعتراف بأنك مصاب، فقيادتك الخرقاء أخرجت الزاحف من سيارتك. أنا؟ أخرق؟ مستحيل، راقبا حركاتي الدقيقة بينما أذهب لتعطيل الشعاع. سرعة القط خارقة. انتظر. ربما لم يصبه الشعاع. الفتى القط. علينا حماية بومة من الشعاع، فهي الوحيدة التي لم يصبها بعد. وأنا أيضاً، لنفعل ذلك. سأحول مسار الشعاع. سأساعدك. سيكون هذا سهلاً علي لأنني طبيعي. الجميع بخير؟ أجل. ماذا؟ لا، أصبحت خرقاء أنت أيضاً أيتها العصفورة. لقد جعلتك خرقاء مترنحة، لذا لن تتمكني من السير بخط مستقيم. أنا عاجزة عن الطيران والتوقف. هذه كارثة حقيقية، أنتما أخرقاني فعلاً. كيف سأعيدكما كما كنتما؟ لما لا تعترف بأنك أيضاً أخرق؟ لأنني لست كذلك، أنا رشيق كالقط. واو! جعلتكم جميعاً خرقاء، العصفورة الخرقاء والزاحف الأخرق وقبلكما الفتى القط الأخرق، وسيقع اللوم على المقنعين. هذا عبقري أكثر مما توقعت. ها؟ لماذا توقفت؟ ربما هناك خلل ما في المحرك. Thank you.
ذلك الصوت؟ صندوق الصوت خاصتي، احذروا أيها الصامتون الحمقى، كاد أن يتحطم. لا يمكنك الفوز راميا. ها؟ يا للهول، تتكلم بصوتي. ها؟ وأنا لا أتكلم بصوتي. كلا، تتكلمين بصوتي. ماذا؟ هذا لا يعقل، أتكلم بصوت زاحف. هكذا أفضل بكثير، أنتم جميعا حمقى. ها؟ أنا خلفك. في الواقع أنا هنا. كلا، أنا هنا. هنا 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 هنا. توقف. هنا 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 هنا. أنا هنا. أي زر أضغط؟ أتكلم بصوتي مجددا وليس صوتك. هاي أخبرني ما خطب صوته. أنا استعدت صوتي. وأنا استعدت صوتي. أعيدوا لي صندوق الصوت خاصتي. صندوق الصوت. أو لا، أنا أفقد صوتي. أعتقد أنه لا مزيد من سرقة الأصوات يا روميو. لنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. ظننت أن إلقاء القصيدة أمامكم أمر صعب جدا. ظننت أنكم ستسخرون مني، لكن الأمر سهل، والآن انتهيت. أحسنت غريغ. صوتكما. لا، كنا نمزح. هاي، هذا ليس عدلا. لا 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 لا. حان الوقت لإطلاق قوى القط. سرعة القط الخارقة. عضلات الزاحف الخارقة. هذا ليس عدلا أيضا. قفزة القط الخارقة. هذه هي طريقة الفوز. كانت حركات الخارقة أفضل بالتأكيد. مستحيل، كانت حركاتي أروع بكثير. أنا الفائز. أنا الفائزة. حركات الخارقة الأفضل. فزت مجددا. أنا الأفضل. أنا البومة الفائزة. زاحف، الفتى القط، الفتى القط. لا، أمسكت بهما. لو لم أحاول التغلب عليهما لكنا معا الآن. هي، حان وقت البطولة. يفوز الفريق الأول. هل تريان؟ انظرا إليها وهي تحضر لي غنائمي. مخلوقات العثث بارعة، لكنني لا أعتقد أنها قوية كفاية لتحضر أكبر دمية كتلك الدمية العملاقة. ماذا؟ مهلا، سأجمعها معا لتحضيرها لي. ماذا؟ لا، أيتها الغبية، اعملي معا، احضري لي دمية تيركس. اجتمعي معا. وشيكاً. شكراً بوما. العفو. آسف لتصرفي بلؤم معك. وأنا كذلك، تحمسنا كثيراً. إنه ذنبي، آسفة جداً لأنني حولت كل شيء إلى منافسة، لأنني أردت الفوز طوال الوقت. لا تقلقا، سأبعد الرائحة بواسطة عضلات الزاحف الخارقة. هدف ممتاز. انطلاق. هذا مقرف. أعلم، وضعي سيء. عليك الاغتسال بخرطوم المياه الذي في المركبة. لما لا تخبرنا أين هي؟ أنت لم تضيعها، أليس كذلك؟ لا، أعرف مكانها، لكنني أعرف كيف سأوقف روميا. حان الوقت ليقلق من التعرض لقذائف البيض مع بيضة الديناصور. هذه أكبر بيضة رأيتها على الإطلاق، يمكن لآلة العفن إفسادها تماماً. زاحف، توقف، لا يمكنك قذف البيضة. لن أفعل، لكنه سيتراجع إن ظن أنني سأرميها. حسن أيها الزاحف الأبلة، رائع. مقذف.
هذه البيضة قديمة جداً، أراهن أن رائحتها مقززة، وبعد أن أنتهي من إفسادها ستطلق أسوأ الروائح على الإطلاق. لن يتمكن أحد من احتمالها وسأسيطر على العالم. سوف يقوم بكسر تلك البيضة القديمة. أمسكتها لأنني أصبت بالفزع، وأصبت بالفزع لأنني لم أرد إخباركما بالحقيقة. حان وقت البطولة. أضعت مركبتي بالفعل، وأحتاج إليكما للعثور عليها. لما لم تخبرنا بذلك مسبقاً؟ لأنكما تعتقدان أنني أضيع الأشياء. زاحف، نحن آسفان، أنت لا تضيع الأشياء، كنا نمزح لأنك أضعت بضعة أشياء. وبعد أن عرفنا أنها مفقودة سنبدأ بالبحث عنها، ولكن كيف سنعثر على مركبة غير مرئية؟ بسهولة. تخفي الزاحف الخفي. وجود بيضة عائمة في الهواء يعني أنها عالقة بشيء مرئي. واحذروا من سرق مركبة الزاحف. روميو، لحق لنعثر على تلك البيضة. تخفي الزاحف الخارق. هذا يشبه الزاحف المخبول. لا، الزاحف، خذي هذه أيتها الغبية. سرعة القدس الخارقة. أعيدي ذلك الميكروفون أيتها الحمقاء. علق ذيلي. أبداً، إن لم أتمكن من حضور حفل جايدن هاستن الموسيقي فلن يفعل أحد. معي ميكروفون جايدن الذهبي وسأفعل ما يحلو لي. بسرعة لنلحق بفتاة لونا. انتظرا، أحتاج مساعدة. أريد التذكرة، سأساعدك. وأنا أريدها أيضاً. عضلات الزاحف الخارقة. أنت على ما يرام؟ أجل، رائع. من سيساعدني في القبض على لونا؟ أتسمعني أيها الفتى القط؟ ربما أخبرك الطائر الصغير باسم صاحب التذكرة الإضافية. الخيار صعب، أعني أنتما صديقاي. ما هذا؟ رائع، دميتك الخارقة فلوسي فلاش. بحثت عنها في كل مكان. حسناً، يمكنك الاحتفاظ بها قدر ما شئت. شكراً، لطف منك، أليس كذلك؟ سأنظف غرفتك لمدة شهر. واو، شكراً، لطف منه، صح؟ من الصعب التفكير بشيء أفضل. ها؟ ماذا؟ أين هي؟ لنركب طائرة البومة. لا، اختفت طائرة البومة أيضاً. ومركبة الزاحف أيضاً. كيف سنكون أبطالاً من دون المركبات؟ سنستخدم الدراجات. دراجات؟ سنحاول، أنت بارع في قيادتها. دراجتي ملائمة لوقت النهار، لكن الأبطال بحاجة إلى مركبات خارقة. لنجرب ذلك حتى نعرف من سرق مركباتنا. هيا بنا. لا أصدق أننا سنكون أبطالا على دراجة. هيا، سيكون الأمر ممتعا. يهو، انظرا، سأستخدم قبضة الزاحف على دراجتي دون القلق حيال السقوط. حاولي بوما. حسناً، سأنطلق. واو، كان أروع هبوط أحظى به. هيا أيها القط، عليك أن تجرب قواك الخارقة على دراجتك، هذا رائع. أظن ذلك، لكنها ليست رائعة كسيارة القط. هيا بنا لنذهب إلى المتنزه. انظرا للجدار الغريب من السيارات، ويوجد صوت صادر من الداخل. حسناً، لنتفقد ذلك. هي سيارة القط. روميو، ماذا تنوي أن تفعل؟ كيف خشت مركباتنا الخارقة؟
اهدئي، كنت أستخدم جهازي الكهرومغناطيسي الرائع للحصول على بعض السيارات، إلا أنه سحب مركباتكم أيضاً. إنها ليست لك ولا يمكنك أخذها. ألهذا أنت تركب دراجتك السخيفة؟ ماذا؟ من؟ أنا؟ أوه مسكين. اسمع روميو، لا يمكنك سرقة السيارات، وبالطبع لن تحتفظ بمركباتنا الخارقة. لماذا تحتاج إلى مركباتنا الثلاث؟ لا أحتاجها، سأجربها وسأحتفظ بالأفضل. يمكنكم مستعادة الباقي بعد أن أسحقها بمغناطيسي. ماذا؟ أجيد الرقص أيضاً، أتحدى أن تفعل هذه الحركة. أوه، أتمنى حضور حفلتك الموسيقية. ماذا؟ حفلة موسيقية؟ هلا. واو، أفسدت تخفي الزحف الخارق بشكل لا يصدق. ماذا؟ لا عليك، إنه أحد معجبيك. حسناً حسناً، زاحف راقص. هذا ما يحتاجه نجم مثلي في عرضه، سيساعدني هذا في الغناء. نجمو بوب، نجمو بوب، نجمو بوب. هاي، أين ذهب الجميع؟ محاربي نينجا، لنجرب غرفة أخرى. هذا أفضل. أنا آسف، لم أكن خائفاً، لكن تخيلت العزف أمام الجميع فخفت. لا عليك أيها القط، لكن ماذا سنفعل الآن؟ أظن أن الحفلة سيلغى. مهلاً، خطرت لي فكرة. واو، هذا يناسبني أكثر، لنبدأ العرض. حسناً، إن ربطت الآلات الموسيقية بطرف هذا الحبل، ستحمل البوم طرفه الآخر إليك. رائع، وأنا سأسحبها باستخدام قبضة الزاحف الخارقة. نجم البوب، أنا أفضل نجم بوب. لا أصدق أنه يظن نفسه نجم بوب. نحن سنقدم أفضل حفل موسيقي غداً. نحن على المسرح. هل ربطت كل الآلات؟ أظن ذلك. زاحف سيقوم بسحبها. كفوا عن العبث واستعدوا للعرض الضخم الأخير. أنا آسف جداً، كنت أفكر بحفل الغد مجدداً وأخطأت بربط الحبل. أنا قادم، أنا على وشك الطيران. زاحف ماذا تفعل؟ ها؟ تحاول الطيران ها؟ حسناً سأساعدك. ها، لم تصبني، وقد أصبت جناحي. هاو، يمكنني الطيران. لكن لا أطير بالاتجاه الذي أريد. هاي، ساعداني. هيا أيتها البومة. زاحف أصمد، أنا قادمة. شكرا بومة. لا مشكلة، الطيران ليس الحل الوحيد. لما لم تستخدم خاصية التخفي؟ خاصية التخفي؟ حقا؟ هناك دائما طريقة أخرى للحل. ماذا حدث؟ أصبتك أيتها البومة، هذا ما حدث. أخيرا تمكنت من النزول. لا يمكنني الوصول، استعملي مهارة الطيران للتفوق على مقاومة الجاذبية. لا يمكنني السيطرة، أنا خفيفة جدا. أسقطت واحدا، أم علي القول، رفعته، بقي اثنان. علينا أن نهزم روميو وننقذ البومة. سأطارده وأنت أنقذها. قفزة القط الخارقة. لكنني لا أملك القوة المناسبة. فكر يا زاحف، الطيران كالبومة لم ينجح، ربما القفز كالفتى القط ينجح. لكني أملك ساقي الزاحف، لا يمكنني القفز كالقط. لكن سيارة القط تفعل. سأطير فوق البومة، سأفتح الباب وسأمسك بها. خطة رائعة، سأنطلق. خاصية القفز، أمسكي يدي. يمكنك الجري، لكن لا يمكنك الاختباء أيها المقنع. ماذا؟ كيف؟ هذا ليس مهماً، سأصل إليكما بما أن الزاحف يمسك بك الآن. قفزة القط الخارقة. أنت التالية.
لا أيها القط، أنت التالي. أيها القط، أنا قادمة. مهلا، أنا قادم. برشاش الواحل أو ربما جهاز السحق. أوه مهلا، سأستعمل جهاز نفث الروائح الكريهة. كم أنا رائعة. ماذا سنفعل؟ لدي فكرة. أنت متأكد؟ تريد تجربة عصا القفز مجددا؟ لا، أعرف أنني لست بارعا في استعمالها، لذا حان وقت البطولة. سأعطي الدورة للزاحف. يا للروعة، اصعد أيها القط لنفعل ذلك سوية. لننطلق. والآن علي إيجاد المدخل المثالي لنشر الرائحة الكريهة. روميو، قط وسحلية على عصا القفز الكبيرة، سيكون هذا عرضا مسليا. حقا، راقب حركات الزاحف. ماذا؟ مهلا، أصبحت الآن بارعا في استعمالها، إنها ملكي. نجح الأمر. حان دوري الآن. أعيدها إلي. حسناً إذن. استعدها. أهرب. لا، لست سريعاً كفاية أيها الزاحف. يجب أن أتعلم ألا أتشتت. إلى اللقاء أيها المقنعون الصغار. سأذهب إلى وسط المدينة. صدقوني، سيكون الأمر رائعاً. أنت بخير؟ أنا بخير، أنا فقط بطيء للغاية، هذا ذنبي. لو أن انتباهي لم يتشتت لتمكنا من الإمساك بروميو الآن. اذهبا من دوني. لا زاحف، نحن فريق. أنت محق قط، قد أكون بطيئا لكن إن ركزت سأساعدكما. لنفعل ذلك. حان وقت البطولة. أجل. صديقي، أحتاج إلى من يحملني. بوما، شدت انتباه روميو بينما أستخدم قوتي لأهتم بأمر الساعة. أيها القط، إن تأذت البومة ستكون مهمتك هي إلهاء روميو. حسناً، لكنك ما زلت تتحرك ببطء، كيف ستصل إلى الساعة؟ لا عليك، لن يشتت أي شيء انتباهي. أنت مجدداً؟ حان الوقت لأبطئ حركتك أيتها البومة. سنرى ما الذي ستفعله. أجل، لن يشتت شيء انتباهي. كدت أن تصيبني سيدي. توقف عن التذمر وساعدني بالإمساك بها. هيا أسرع قليلاً. لا يمكنك الإمساك بي. أمسكتني فعلاً. أمسك بالبوم. أتشعر بدوار روميو؟ كنت سأشعر بالدوار إن كنت أنظر إليك أيتها البومة، لكن لدي أمور أكثر أهمية للنظر إليها كآلة المذهلة. إنها جاهزة.
أولا المومة أصبحت آلة التجميد جاهزة، بقيت آلة واحدة، تعال إلى سيدك أيها القطار الخارق. يبدو أنك من يدور الآن. سرعة القطار الخارقة، أمسكت بك. عضلات الزاحف الخارقة. علينا أن نقوم بالحركة الآن، انتهى روميو تقريباً من تجهيز آلاته. سنشرحها مجدداً. فهمتها، لكنني لا أريد أن أنفذها. لماذا؟ لماذا لا تريدين تنفيذها إن كنت تعلمينها؟ ربما لا تعرف ماذا ستفعل. أهذا هو؟ تشعرين بالاستياء لأنك لم تنفذيها وتخشين من تنفيذها؟ كنت سأشعر بذلك لو كنت مكانك، لكن... مستحيل، يمكنني فعلها، إنها سهلة، لكن لما أفعلها وأنا أستطيع استخدام رياح البومة؟ هيا روميو، رياح البومة. أفضل صنع دوامة خاصة بي، لقد أصبح قطاري الخارق جاهزاً لفعل ذلك. ما خطبك بومة؟ هل تدورين مجدداً؟ لا، ما هذا؟ لا يمكنني التوقف، سأستدير. قد ستفت الخارق. عضلات الزاحف الخارقة. كان ذلك وشيكاً. ماذا عن روميو وآلته؟ إنها جاهزة. أجل، إنها تعمل على أكمل وجه، وبجهاز التحكم سأتحكم بها جميعاً. ستجمد آلتي الأشياء، وسيصدر روبوتي رائحة كريهة، وإن حاولتم إيقافه سيبطئ حركتكم. وبينما تهتمون بذلك سألعب بقطاري. إلى اللقاء أيها المقنعون. يقتربون. لابد أن طائرة البوم المعطلة موجودة داخل المقر الرئيس. بينما يشعر المقنعون بالدوران، لنسحب مبنى المقر الرئيس ونحطم طائرة البوم كلياً. ذلك مذهلاً، لكن الآن علينا إيقاف نينجا الليل، وأنت الوحيدة القادرة على الطيران. أثبتي ذلك للتو. محق، ربما تغلب علي سابقاً، لكن سأريه الآن معنى الطيران الحقيقي. حان وقت البطولة. أجل. علي التفكير بسرعة، إنهم عالقون بالمقر، مما يعني اسحبوا اسحبوا. أجل، البدل قد اتبعني. استعد، هيا انطلق. مستعدون؟ اسحبوا. وأخيراً أتيتم لتشهدوا انهيار برجكم الصغير. لن يحدث هذا أبداً. أيها الفتى القط، استعد للطيران واتبعني. حين أقول هبوط، ادفع ذراع للأمام بقوة. هبوط. أمسكوا بهم. للأعلى من فوقهم. والآن بقوة لليمين. نينجا، أمسكوا بهم. دي الآن. ماذا؟ البومة، الزاحف، ابتعد عن روميو. لن نفعل، نحن نطيع روميو فقط الآن. هناك شيء غريب يحدث. الفتى ليس هناك ما تراه. حقاً؟ لنحاول تسليط بعض الضوء على هذا اللغز. الكران. ماذا؟ جريك، أمايا، أمسك بنا عندما كنا نلعب خارجاً. كان ذلك سهلاً من دون قواهما الخارقة. ولكن في هذه الحالة، من هما؟ ابتعد عنهما أيها الفتى القط. مهلاً، قال مشغل الصور روبوت إنهما ليسا صديقي. لا، ما ظننته ليس إلا نسختين رائعتين لهما.
ولو لم أفقد دارتي الإلكترونية لكنت واحداً منهم. دارة إلكترونية؟ أتعني هذا؟ دارتي الإلكترونية، لا تكن واثقاً بنفسك كثيراً أيها القط. ستقوم البومة الآلية والزاحف الآلي بوضعك في قفص أيضاً، ثم سأحكم العالم ولن تتمكن من إيقافي. حررنا لنقوم بمساعدتك. ليس من دون قواكما، لا تقلقا، سأحضر لكما المنامة. هل تبحث عن هاتين أيها الفتى القط؟ أجل، المنامات أصبحت ملكي وأنت ستكون لي. أيملكان نفس قوة الزحف والبومة؟ أو لا، بل أفضل، شاهد هذا وحسب. قوة إضافية ليس عدلاً. لقد حذرته، استغرقت عواماً لأصمم الحاسوب الخارق لتشغيلهما، لا يمكن إيقافهما الآن ولا إيقافي. لقد تجمد ذيلي. ها، تأثير مؤقت لوقت كاف لأضعك في قفص. دورك أيها الزاحف الآلي. أيها الآليان، أمسكا به وأحضرا لي الدار الإلكترونية. ها؟ أشعر بذيلي مجدداً. القيادة الآلية. سيكون هذا ممتعاً. اتبعاه. هذا ليس وقت اللعب. ألوان رائعة أيتها الفراشة. أيها يعجبك؟ هذا أم هذا؟ هذا يستغرق وقتاً، نحتاج سرعة القط الخارقة. ما الذي حدث؟ أمسكتك. ماذا؟ كنت قاسياً جداً معها، أخرجها حالاً لا تجعلها بائسة. إنها أفضل طريقة لإعادتها، وهناك المزيد، انظرا. حسناً، لنحاول مساعدة الفراشات. هيا، تعالي. أجل، هيا. هل تحبين الأحمر، الأخضر، الأزرق، أم جميعها؟ سرعة القط الخارقة، واحد، اثنان، ثلاثة. أجل، يا للروعة، أصبحت بارعاً. ماذا؟ ما بك، فلتكن رقيقاً، أنت تجعلها تعيس هكذا. لكنني أساعدها. الآن أين لونا مع باقي الفراشات؟ انظرا، أليست هذه عثثها؟ ديري بعيدا، لم أعد بحاجة إليك. هيا يا صديقي لننطلق. لقد أخفقت بما يكفي أيتها العثث التافهة، حان الوقت لأجرب الفراشات كأعوان لي. لن تذهبي إلى أي مكان أيتها الفراشات. ليس بهذه السرعة، المقنعون الصغار سيعيدون هذه الفراشات. حسناً أيتها العثث، لديك فرصة أخيرة، تخلصي من المقنعين الصغار. وقفي، ساعدي. إنها مشغولة الآن، أظن أنه لا يمكنك إيقافي لونا. بالطبع يمكنني بمساعدة أعوان الجدد. أين تذهبين؟ نالي منه أيتها الفراشات، وإلا فستبقين عالقة بمغناطيس لونا للأبد. ليس كأنك تطلقين الأسود والنمور علي، الفتى القط سيمسك بالفراشات.